لسه مستمرين مع حضراتكم من فوق الكوبري الملجم. الكوبري الملجم هو اكبر الكباري عرضا في العالم واللي هندخل بيه موسوعه جينيس. معايا دلوقتي على الهواء مباشره مهندس محمود عبد الفتاح وهو مدير مساحه في اميل الشرقي. برحب بحضرتك، صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الخير. وشغل رائع، شغل ربنا اكثر خليك. من رائع، الحمد لله. طيب عايز اتكلم عن مساحه هذا المشروع ودور هندسه المساحه في هذا المشروع. حضرتك دور الهندسه المساحيه بصفه عامه في اي مشروع بيكون من الادوار المهمه جدا 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 في المشروع. على سبيل المثال احنا في محور رود الفرج كل بند بنعمله بيتطلب فيه المساحه تكون موجوده وتكون موجوده بدقه متناهيه. الاعمال المساحيه بتقوم بدقه في كل مرحله في كل بند. على سبيل المثال احنا دلوقتي شغالين في مرحله تركيب السيجمنت. تركيب السيجمنت احنا بالنسبه للجزء الشرقي وصلنا دلوقتي لسيجمنت رقم 4، وفي الجزء الغربي وصلنا لسيجمنت رقم 6، والنهارده ان شاء الله هنرفع سيجمنت 7. فاحنا بنراقب طبعا السيجمنت دي اثناء التركيب، وبنحط اكسات لللونشنج اللي هو الموجود ده علشان يقدر يرفع السيجمنت في مكانها بالظبط، وبالتالي تكون الدقه بتاعتها مظبوطه جدا جدا جدا. هي اهم حاجه الدقه، اهم حاجه الدقه. احنا هنا بحضرتك بنتكلم في دقه اقل من المليمتر، يعني بنوصل للمليمتر كمان. وفي كذا خطوه بقى بتتعمل في مرحله السيجمنت دي. مثلا احنا بنكون موجودين قبل تركيب السيجمنت علشان نظبط الاكسات، علشان السيجمنت تترفع من الميه اصلا على الاكسات بتاعتها وعلى مكانها بالظبط. فده بيتطلب ان احنا نظبط لونشنج زي ده اللي هو الونش اللي بيرفع السيجمنت، بنظبطه اصلا بدقه عاليه جدا علشان يجيب معايا الدقه المطلوبه في السيجمنت. السيجمنتس يا جماعه بس عشان اوضح لكم، هو الجزء البلوك اللي احنا واقفين عليها دلوقتي دي اسمها السيجمنتس او القطع. تمام. السيجمنت دي طولها بيكون 14 متر 40 بطول محور الكوبري. وعرضها بيكون نص عرض الكوبري. فاحنا الكوبري عندنا منقسم لجزئين، جزء نورث وجزء ساوث. احنا دلوقتي موجودين على الجزء الساوث. فالسيجمنت طولها 14 متر 40 بنص عرض الكوبري، والسيجمنت الثانيه 14 متر 40 بنص عرض الكوبري، اللي هو تقريبا بنقول دلوقتي ان هو ان شاء الله هيكون اكبر كوبري في العالم، وهندخل بيه ان شاء الله موسوعه جينيس ان شاء الله. بالنسبه بقى للاعمال المساحيه اللي بتتعمل على السيجمنت ده، زي ما قلنا قبل كده لحضرتك ان احنا قبل السيجمنت ما تترفع بنكون مظبطين الاكسات اللي هتطلع عليها. اثناء الرفع بنكون مظبوط، بنكون موجودين وبنظبط في السيجمنت الدايركشن والمناسيب بتاعتها وعلاقتها ايه بالسيجمنت اللي قبليها والسيجمنت اللي قبليها والسيجمنت اللي قبليها. واثناء الشد، اثناء شد الكابلات بيحصل ديفورميشن. فالديفورميشن ده احنا بنراقبه وبنكون موجودين معاه وبنتابعه خطوه بخطوه علشان نبقى احنا عارفين احنا رايحين فين بعد كل شد لكل كابل او لكل استرامد. ديفورميشن بمعنى ان انتوا بعد ما بتشدوا فبيحصل مثلا حاجه مش مظبوطه او كده، فبترجع تتعدل تاني، فبنرجع نصحح تاني. فبنرجع نصحح تاني، بيحصل متابعه عشان الكوبري يكتمل على اكمل وجه. تمام يا فندم. فاحنا قسم المساحه اللي بيقول والله احنا اتحركنا 2 مللي، اتحركنا 2 سنتي، لا يا جماعه هنرجع نظبط، لا ونفضل ماشيين مع بعض بالتعاون مع طبعا الهندسه المساحيه والهندسه المدنيه، طاقم التنفيذ الموجود وطاقم طبعا الميكانيكا الموجود، ونكون وطاقم الكابلات طبعا اللي هو دوره مهم جدا في الموضوع ده معانا. تمام. وبعد كده بنبدا خطوه بخطوه بنظبط السيجمنت لحد ما بتنتهي، وبنركب البلاطات، وبعد كده بنصب الاستيج اللي هي الفواصل بين البلاطات والبعضيها، وفي كل مرحله بنتابع مساحه وبنشوف احنا رايحين فين. طبعا الكلام ده واحنا بنشد، بنشد منين؟ الكابل ده حضرتك جاي من البايلون. فالبايلون نفسه اثناء الشد اللي فوق، البايلون اللي هو العمدان الكبيره. احنا عندنا هنا 3 بايلون في الناحيه الشرقيه، وعندنا 3 بايلون زيهم في الناحيه الغربيه، والبايلون هو اللي شايل اصلا كله. ارتفاع تقريبا 94، ارتفاع تقريبا بيوصل 98 متر من منسوب سطح المايه اللي احنا موجودين عليه. تمام. تقريبا ارتفاع البايلون 98 متر. طيب دقه فظيعه، يمكن ده اكبر تحدي بيتهيألي بيقابلكم. اكبر تحدي بيقابلنا ان احنا شركه مولين عرب اصلا احنا ما كناش اشتغلنا الموضوع ده قبل كده. فبدانا نتعلم ونعلم نفسنا ونقعد مع بعض كلنا ونذاكر كمهندسين في الموقع عشان نشوف هننفذ الكلام ده ازاي. اللي عايز اقول لحضرتك عليه ان انا اثناء الشد بيحصل ديفورميشن في البايلون. فالديفورميشن ده بيكون قد ايه؟ يتحرك ملي، يتحرك 2 ملي، يتحرك قد ايه؟ لازم نقول الكلام ده بالظبط علشان ناخد بالنا من قوه الشد اثناء شد الكابلات، نبقى عارفين احنا رايحين فين وجايين منين، وما يحصلش اي حاجه عندنا ان شاء الله فيها مشكله. اي واحد بيشوفنا دلوقتي يقول لك ملي، يعني حاجه بسيطه. لا احنا دايما المساحه احنا حضرتك كبيره جدا بالنسبه لمشروع ضخم. احنا حضرتك بنوصل للدقه دي بواسطه القسم المساحه، وده دورنا،
وده اللي بيبقى مطلوب مننا، ان المهندس التنفيذ بيبقى مش شايف مقدار التحرك قد ايه، فهو دايما بيقول لنا يا جماعه احنا رحنا فين، فاحنا لازم نرد عليه رد دقيق. ومعانا طبعا الاجهزه بتاعتنا، ومعانا اجهزه عاليه جدا جدا في الدقه بتصل لواحد سكند توتال ستيشن. توتال ستيشن ده حضرتك الجهاز اللي بيقيس لي الدايركشن، المسافات الافقيه والزوايا الافقيه والزوايا الرئاسيه والمسافات الرئاسيه. تمام. فالاجهزه دي الحمد لله احنا الشركه عندنا ما بتبخلش علينا باي اجهزه جديده، وبنطلب من مديرنا، وطبعا الحمد لله بيجيبوا لنا اللي احنا بنقدر نشتغل بيه وبنطلع بيه الدقه دي. وكمان عندنا وقت، عنصر الوقت ده عنصر صعب جدا، ان احنا بنشتغل 24 ساعه بالظبط. فاحنا كمساحه كقسم مساحه ممكن نشتغل الصبح بعد الفجر على طول، نبدا نرصد علشان خاطر قبل ما الشمس تطلع ما يبقاش عندي اي اخطاء ممكن تحدث نتيجه درجه الحراره، لان درجه الحراره حضرتك الكوبري ده ستيل، فالستيل ده بيأثر على بدرجه الحراره. انا لما الشمس بتطلع دلوقتي اللي بيحصل عندي ممكن يحصل تمدد للستيل، ممكن يحصل اي تغيير في المناسيب او اي تغيير في الاحداثيات. فبيضطر بنتابعه دايما، وبنتابعه قبل الشمس وبعد الشمس، وبنشوف الدنيا بتعمل ايه، وبنشوف بنروح فين وبنيجي فين، عشان نوصل للدقه المطلوبه المهمه جدا جدا معانا. واحنا عندنا الاسبان ده دلوقتي بين البايلون ده وبين البايلون ده في 300 متر. ف 300 متر دول متشالين على ايه؟ متشالين على البايلون. البايلون هو اللي شايل العمود، الثلاث اعمده دول شايلين 150 متر، والثلاث اعمده اللي جوه شايلين 150 متر كمان. ف 150 متر و150 متر بيديني اسبان 300 متر. طبعا انا اللي باقي لي من 300 من 300 متر حوالي 116 متر، اللي هو المسافه بين سيجمنت 4. مشروع فعلا وسيجمنت. على اكمل وجه مشروع جدا، فخر لمصر وفخر لينا، ومشكورك يا فندم. شكرا جزيلا. مهندس محمود عبد الفتاح مدير مساحه في نيل الشرقي، بشكرك شكرا جزيلا. اهلا بيك. اهلا بيك مشاهدينا متابعينا الكرام. حابه انوه ان احنا اكسكلوسيف على قناه نيل الاخبار، هنشوف مع بعض رفع السيجمنت رقم 25 من عدد 40 سيجمنت، هنشوفهم مع بعض على الكوبري الملجم، لكن بعد الفاصل خليكم معانا. معكم مشاهدينا الكرام، واحنا في هذه اللحظات منتظرين صعود هذا السيجمنت الذي من ورائنا حتى يتم تثبيته في المكان. وهذه هي صورة خاصة وحية ومباشرة لقناة النيل للأخبار، وهي بشكل حصري لنا، وسنتعرف على التفاصيل الخاصة بهذا الأمر، وسوف نتابعه لحظة بلحظة مباشرة مع المهندسة هبة أبو العلا المشرفة على هذا المشروع بالكامل. يعني تشرح لنا صورة كده عن ما يجري الآن باشمهندسة. يعني احنا دلوقتي إن شاء الله بإذن الله على صدد على الهواء ان احنا نرفع السيجمنت رقم 25 من اجمالي عدد 40 سيجمنت رئيسيه. احنا عندنا
لكل بايلون 20 سيجمنت من الناحية الشرقية و20 سيجمنت من الناحية الغربية، وفي 2 سيجمنت عدد 2 سيجمنت اللي احنا بنسميها سيجمنت القفلة، ودي بتبقى أبعادها أقل من السيجمنت الرئيسية. اللي احنا هنرفعها دلوقتي دي السيجمنت رقم 7 للبايلون الغربي للاتجاه القبلي. ان شاء الله باذن الله احنا هنرفعها النهارده. هي عباره عن وزنها عباره عن 200 طن، تتكون من عدد 2 قمر رئيسي من جيردر، عدد 4 قمر ثانوي، وعدد 14 مداد طولي اللي بيشيل البلاطات البري كاست اللي احنا واقفين عليها دي، وعدد 8 كوابين لكل ناحيه من السيجمنت. المفروض السيجمنت دي بالظبط رفعها بياخد ان شاء الله من 8 ل 10 دقائق، بتترفع بنظام اللونشنج جيردر اللي اتكلموا عنه زمايلي. بعد ما برفعها ببتدي اركب الوصلات بتاعه الرباط بين السيجمنت دي والسيجمنت اللي قبلها، استعدادا للي اركب اللي بعدها ان شاء الله. طبعا النظام حضرتك شايف الجامعة اللي هناك، لان كل فرد موجود على الكوبري ليه دور. في المهندسين الميكانيكا المسؤولين عن النظام الرفع، مهندسين المدني اللي بيخدموا على كل الرفع ده برضو، في كل العمالة دي المطلوبة اللي بتبقى واقفة على الدرام أثناء الرفع لمراقبة اللونشنج أثناء الرفع. عملية رفع يعني كل واحد زي ما حضرتك تقولي بيقوم بدوره. تمام. في عملية رفع احنا شايفين تجمع هناك كبير اهو. تمام. هو بياخد وقت قد ايه تقريبا عقبال ما بنرفع السيجمنت؟ هي من اول ما بنبدا رفع لحد ما توصل لحد المشوار بتاعها لحد فوق بيبقى حوالي من 8 ل 10 دقايق. بتترفع عن طريق الاثنين واير دول، هما متثبتين، وطبعا اللونشنج ده متحمل انه يشيل اكتر من كده بكتير، ومفروض ان هي وزنها 200 طن، هي متحمله انها في فاكتور اوف سيفتي عالي عشان لا قدر الله ما يحصلش اي مشكله. يعني ممكن احط اكتر من سيجمنت؟ لا، هي تشيل سيجمنت واحد بس. تمام. وزنها 200 طن، ولكن هي كتصميم اللونشنج متصمم على انه يشيل اكتر من كده. تمام. هي السيجمنت ديت يعني تتركب جزء جزء بقى طبعا. تمام. هي يعني عباره عن في جزء شمال وجزء يمين. بالظبط بالظبط. يعني صح كده. بتركب جزء اللي هو الشمال الاول تقريبا، وبعدين الجزء الاتجاه القبلي ده اللي احنا واقفين عليه دلوقتي. تمام. هو الكوبري اتجاهين. ست حارات منفصل، الاتجاه القبلي غير الاتجاه البحري. تمام. احنا المفروض ان احنا بنركب بنرفع الاتجاه القبلي، اشبط البلتات بتاعه التجميع، ابتدي انقل على الاتجاه البحري في نفس اليوم، بس طبعا بيبقى في فرق في غضون ساعات بين يعني الاثنين. يعني احنا كده بنعمل اثنين بس في اليوم، اثنين سيجمنت في اليوم. اثنين سيجمنت في اليوم بتتكرر كل 15 يوم، لان انت السيجمنت دي مش رافع بس. تمام. السيجمنت دي رافع وفي خطوات تانية بعدها. تمام. انا برفع، وبعد ما ارفع اركب الكابلات المعلقه اللي بتشيل وزن السيجمنت لوحدها. بعد ما اركب الكابلات ابتدي اركب البلاطات. بعد ما ركبت البلاطات اصب الوصلات اللي بين البلاطات، بعدين ارجع اشد الكابلات مره ثانيه، وبعد كده ان ادفع اللونشنج اللي هو واقف ده يدفع يستعد لاستقبال سيجمنت اللي بعدها. تمام. يعني الموضوع يعني موضوع مساحه فعلا. لا الموضوع كبير يعني. هو بيشد مراحل. بيحصل حاجه اسمها دي فورميشن. لا طبعا يوم الموضوع مش بيتوقف على ان انا برفع بس، فهي دوره السيجمنت من 10 ل 15 يوم، لان احنا لسه بعد ما بنصب الخرسانه الواصله بين البلاطات دي بنستنى 3 ايام معالجه. انا معالجه الخرسانه اللي اتصبت دي بتاخد 3 ايام، فبعد الثلاث ايام برجع اشد الكابلات تاني عشان تشيل الوزن اللي يعادل السيجمنت مع البلاطات، وبعد كده ابتدي اخلصت السكند ستريسنج او الشد النهائي، ادفع اللونشنج عشان ابتدي اجهز نفسي لرفع سيجمنت جديد. فهي الدوره دي بتاخد من حوالي 12 ل 15 يوم. تمام. طب المساحه اللي احنا شايفينها دلوقتي قدامنا، الفراغ اللي هو موجود ده بقى، ده بياخد له كام سيجمنت مثلا؟ او يعني انا هنا انا هنا في سيجمنت رقم 4، وهناك في سيجمنت 6، وهرفع 7. هنرفع 7. هيبقى انا الكوبري كله بيوصل لحد سيجمنت رقم 9 هنا، وسيجمنت رقم 9 هناك، وبين السيجمنت 9 دي و9 دي الكوبري بيتقابل، وبيبقى فيه باكيه القفل. باكيه القفل دي هي طولها حوالي 3 متر، دي اللي انا بظبط بقى بيها الكوبري استعدادا لان انا بقى عندي كوبري متصل اقدر امشي عليه عربياتي. مفيش اي مشكله. احنا شايفين كمان الاوناش اللي هي موجوده والسعدادات
يعني بتبقى موجوده طبعا بتجهزوا للقصه دي قبل طبعا التجهيزات بقى حركه يعني السيجمنت نفسها في الميه دي بتيجي مثلا بتصنع فين او بتيجي منين؟ السيجمنت دي بتتصنع في ورش التصنيع ايوه ورش التصنيع الخاصه بينا. طبعا احنا عندنا قطاع تصنيع يستوعب الاف الاطنان في الشهر في اكتر من ورشه. عندنا فرع شبرا، عندنا المعصره، عندنا اسماعيليه. بس فكره تمام. ان كمان يا باشمهندسه ليها لا هي السيجمنت بتتصنع لا السيجمنت بتتصنع سيبريتس يعني اجزاء منفصله المين جيردر لوحدها، الكروستات لوحدها، اللج اللي بيجي يركب اللج ده اهم نقطه في الكوبري، لان اللج ده هو ده اللي يعتبر شايل الكوبري من نقطه. فهو عشان كده احنا بعد ما بنصنع اللج وبنلحمه بيتعمل اختبارات كتير جدا. اللج ده بيتشرح اللي انا بشوفه دلوقتي اهو دلوقتي كده اللي بيحصل اهو دلوقتي اللي بيحصل ده القوانيش البرجيه دي اللي بتخدم على ده الونش البرج اللي بيخدم على الاتجاه البحري ده الونش البرج اللي بتخدم على الاتجاه القبلي. وهنا دي يارد التجميع، يارد التجميع دي السيجمنت بتيجي اجزاء منفصله تتحط في يارد التجميع لحد تمام تتحط بس بتيجي كل حاجه لوحدها بتتجمع الاول في يارد التجميع كل سيجمنت وبيتعمل لها بري اسمبلي. يعني انت عشان تحققي البروفايل بتاع الكوبري لازم تجمعي 3 سيجمنت ورا بعض، تاخدي اول اخر واحده اتجمعت وتبتدي تدخلي واحده وراها. يعني في عمليه تجميع قبل التجميع طبعا. انا عشان احقق المنسوب دوت انا كوبري على الطاير، انا عشان احقق المنسوب ده وابقى ضامنه الدقه المطلوبه احنا عندنا الاكيورسي عاليه جدا. حضرتك بتتكلمي في الروتيشن بتاعت الانجل بتاعت الكابل ده 0.3 ديجري، رقم قليل جدا، لان انت لو اكتر من كده الكابل ده ما يركبش، الكابل ده نازل من فوق عشان يركب لنقطه تارجت بوينت تحت. لو حصل اي ديفيجن بين فوق وتحت الكابل ده ما يركبش. فعشان كده احنا بنجمع السيجمنت تحت في يارد التجميع، نتاكد ان كل المساحه مظبوطه وكل التارجت ليفلز اللي احنا عايزينها مظبوطه، ببتدي انقلها على البرجات دي. ده مشوار السيجمنت، تبتدي تنزل على البرجات تتنقل بالبرج مكان صعودها، ابتدي انزل الليفتنج بيم من اللونشنج جيردر، تعلق السيجمنت وبتبتدي تترفع. يعني هي عمليه ياسمين واضح اللي فيه، يعني حتى تجهيزات كمان في الموقع هنا، يعني الموضوع مش مقتصر بس كمان على الكوبري هنا والانشاءات اللي احنا شايفينها، لا ده في مكان كمان لتجميع المعدات اللي هي موجوده وعمل كبير جدا وفعلا، وبتنزلوها بعد كده على الانشاءات اللي هي موجوده وبعد كده تبدا عمليه بعد ما تنزل على الانشاءات. هي السيجمنت ابتدت اهي الحمد لله تترفع، بدات هي دلوقتي معانا، هي دلوقتي لو حضرتك بصيت هتلاقيها نورت عن الكاميرا، تبتدي تاخد الشوت بتاعها الثمان دقايق بتاعتها. طبعا احنا بيبقى في مراقبه للاحمال بتاعه اللونشنج وهي السيجما بتترفع، لان انا لازم يبقى الاحمال متوزعه على التو وايرز بالتساوي عشان يحصلش لا قدر الله اي مشكله. طب بس هو كده بالتساوي الاثنين كده بالتساوي لان هي في ميل عرضي في الكوبري في ميل عرضي في الكوبري اللي هو الكوبري بتاعنا في ميل 2%، فهو بيبقى في كاميرا اعلى من الكاميرا، حتى حضرتك هتلاقيك ملاحظها بالظبط. الميل طبيعي الميل طبيعي لا هو في ميل عرضي في الكوبري، اي كباري التخطيط بتاعها لازم يتضمن ميول عرضيه عشان الحركه وصرف المطر، فهو الميل بتاع الكوبري بتاعنا 2%. تمام. بعد احنا بقى ما نرفع السيجمنت ديت اللي هي موجوده بقى المهندسين المشرفين اللي موجودين طبعا بيقوموا بالدور بقى بتاعهم، والكابلات اللي هي كمان ديت اللي موجوده شايفينها ديت هي اللي بتمسك السيجمنت هي السيجمنت دي بعد ما بتترفع بربطها بوصله رباط، الوصله دي بين كل سيجمنت والثانيه في 552 مسمار، ده رقم كبير جدا. المسامير دي بتتركب وبتتعزم بمراحل معينه، مش يعني بسيكونس معين اكوردنج للاكواد العالميه. تمام. بعد ما بعزم على المسامير دي وبتختبر 100% ببتدي ان انا احرر السيجمنت من اللونشنج، لان الوايرات دي بتفضل متعلقه معايا لحد ما اخلص وصله الروبوت. تمام. هي بالفعل هي عمليه يعني زي ما احنا شايفين، يعني عمليه جهد متواصل بالفعل مشاهدينا الكرام في هذا الموقع، وفي كمان مخاطر كبيره جدا اكيد موجوده في هذا الموضوع بهذه الاحجام وهذه المعدات، لكن كل الاجراءات يعني معمول حسابها ياسمين هنا في الموقع بالفعل، وفي تنسيق كامل يبدو بين الهيئه الهندسيه والشركه المنافسه بالفعل لتيسير كل الامور والتسهيلات المقدمه للموضوع. اعتقد ان احنا كده ياسمين يعني شرحنا كل التفاصيل اللي هي موجوده، يا رب نكون فعلا غطينا كل الجوانب، الصوره وضحت بالفعل معانا بالظبط. يا رب يكون اي حد قاعد في البيت دلوقتي فهم كل حاجه من وهو قاعد في مكانه، ولكن برضه هقول لكم يا جماعه انزلوا وشوفوا بنفسكم المكان من بعيد، هتلاقوا فعلا ان المشروع ده يعني شابوه لكل العاملين في هذا المشروع. بشكرك طبعا شكرا جزيلا،
مهندسه هبه ابو العيله المشرفه على هذا المشروع، كنت معانا من اول يوم بصراحه. ربنا يخليك. متشكره لحضرتك. الشكر موصول لكل المهندسين وكل عامل في هذا المشروع وكل العمال اللي احنا شفناه وتعاملنا معاه وما تعاملناش كمان معاه في ارض الواقع. يعني احنا كل الشكر موصول ليهم بالفعل، ومزيد من التقدم ومزيد من المشروعات العملاقه ومزيد من اللقاءات ان شاء الله، وايضا في مواقع اخرى. دمتم في رعايه الله وامنه. يا رب تكون حلقة عجبتكم كلكم. كنا اكسكلوسيف معاكم قناة النيل الأخبار، نقلت لكم حصري رفع السيجمنت رقم 25 من 40 سيجمنت. يا رب تكون عجبتكم هذه الحلقة، إن شاء الله انتظرونا وفريق عمل جديد، وكل الشكر لفريق عمل النهاردة. إلى اللقاء. أصل ناسها ولاد حلال، مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، وتمشت عشا وخد مركب وسهر